طارق حروب قالها يمكن قطيع قبل لا يتوفى، قال إطار التنسيقي ما راح ياخذون حتى شرطي، بس الظاهر اموركم طيبه، الاطار التنسيقي اطار مشكل للحكومه نقدر هيك نقول لو بعد هذا الحكي مبكر له. لا شوف عزيزي اكو حصل اكثر من شرطه، اكو مسؤوليه، لا هي مو قضيه حصل اكثر من شرطه، الله يرحمه ويغفر له، كان واهم متوهم بهذه القضيه ولم يستطع ان يعني حدث ما كان يسعف في هذه الامور. ممكن هذا مبكر التحليل؟ لا ممكن، لا مو مبكر، احنا ممكن عندنا واقع طارق حرب تتحقق او ليش أمني تتحقق؟ يعني أنا ما أعتقد أنه أنت اليوم تريد حقيقة، إذا كنت سياسي تتعامل بالواقع زي. هذه عاطفة هسه مرة أمنية نابعة من نوازع شخصية، أنا أكره الإطار أريد الإطار ما ينجح زي. أنا أكره التيار أريد التيار ما ينجح، أكو ناس تكره الاثنين تحاول أن تشق وحدة صفهم زي. ربيع الإطار نعيشه هسه، مو ربيع الإطار، لا مسؤولية الإطار أن يتحدى ويتصدى وأن يكون أمام الشعب العراقي مسؤولية كاملة وتامة. اليوم لا أحد يستطيع أن يتنصل المسؤولية، يعني سابقا كانوا الأخوة في التيار وكل الطيف السياسي مشارك في العملية السياسية ومشارك في العملية التشريعية، من تقول لك فاق يقول لك ما لي علاقة أنا جماعة الفتح جماعة كذا القانون دولة القانون، لكن الآن عندنا إطار تنسيقي ينتج رئيس للوزراء وينتج حكومة مع الفرقاء،